أسئلة كثيرة أطرحها جميعها على ضيفي الآن هنا في الاستوديو مأمون حميدان، المدير العام لشركة ويجو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند. أهلا وسهلا فيك مأمون. شكرا لحضورك معنا اليوم. هو السؤال الرئيسي، كيف رح نقدر نسافر؟ السؤال اللي طرحنا، هل في أي معايير موحدة للسفر؟ الواضح للآن ما سمعنا بعد شيء من كل الشركات. صحيح. من كل البلدان، فكيف رح نقدر نسافر؟ بالتحديد لا يوجد معايير محددة حتى اليوم، لكن في صار خلينا نقول تجارب خلال الشهور الماضية اللي أدت لنوع من وضع معايير شخصية. كل شخص بدأ يحط معايير وبدأت المعايير تتشارك بالتجربة. يعني على سبيل المثال اليوم الدول اللي أرقامها أفضل بشكل عام وإجراءاتها واضحة جاهزة استقبال السياح أكثر، سائح أصبح عنده الجرأة خلينا نقول إنه يرجع مرة ثانية يخطط لرحلة سياحية ببلد نسبة اللقاحات فيها عالية، نسبة الحالات المسجلة يوميا منخفضة، إجراءات الدخول والخروج ميسرة أو واضحة على الأقل خلينا نقول، شهادات التطعيم بدأت تقبل بكثير من الدول. اليوم في دول لو نتكلم على الخليج مثلا، في دول من الأسواق الثابتة بالنسبة للخليج، جورجيا، أذربيجان، الأسواق اللي نشأت في السنوات الماضية هي اليوم تقبل شهادات التطعيم الصادرة من مجلس التعاون، مجرد وجود الشهادة أهلا وسهلا بتقضي إجازتك بشكل مريح. فهل هناك بروتوكول واضح؟ لسه لا، موحد لا، لكن كل دولة بدأت تأخذ إجراءات وبدأ التخطيط، بدأنا نشوف تعافي تدريجي. طيب هل بنسافر هل لا، هل بنزل بشقة أو بنزل بفندق، هل هذه راح تكون بالأغلب خيارات شخصية أم هل في أي توجيه ممكن يفيد ويساعد المسافر؟ لليوم حتى الآن ما زالت الفنادق الخمس نجوم والفنادق الأسماء الكبيرة والبيج نيمز والريزورتس هي اللي عم تاخذ بشكل عام حيز الاهتمام. مع ذلك شركات الشقق الخاصة الـ Airbnb وغيرهم كمان حققوا انفستمنتس عاليه كثير واستثمارات عاليه الفتره الماضيه، مما يدل انه ما زالت الطلب موجود، ما زالت الرغبه موجوده. النصيحه بهذا الموضوع تعتمد، البيانات اختلفت، يعني اليوم مثلا كنا زمان خصوصا من الخليج من هون نشوف عدد مسافرين كبير، يعني يطلعوا في جروبات عائلات يروحوا يحتاجوا شقه، يعني كان في طلب على الشقه في المناطق بيروحوا لها. اليوم 70 75% من المسافرين هم افراد و25% هي عائلات، حتى ضمن العائلات حتى سفر الكابلز. الترفيه حتى سفر الترفيه مش سفر الاعمال، حتى سفر الترفيه. حلو. سفر الاعمال بشكل عام هو اكبر المتضررين خلال السنه ونص اللي مضوا. عم بتشوفوا نسبه سفر الاعمال منخفضه، الترفيه مرتفع. هو السؤال الاهم، هل عم بتشوفوا فعليا تدافع لحجز الان العطل مع اعلان عدد كبير من الدول وشركات الطيران بمعاوده الطلب السفر؟ بشكل عام اليوم في هذا التوقيت هو 33% تقريبا من 2019، يعني ما زلنا عم نحقق سلس اللي كنا موجود في 2019، لسه المجال طويل. لكن تدريجيا اكيد بدانا نشوف طلب، بدانا نشوف في كثير معايير اختلفت. يعني مثلا كان زمان معروف السوق العربي، هون السوق الخليجي هو لاست مينت ماركت، الناس تحجز في اخر يعني قبل بيوم يومين. اليوم لا، بدانا نشوف ناس تبحث وتخطط وتحجز لشهر 8 من الان. اختلفت بشكل عام الامور. هل اختلفت ايضا التكاليف لمثلا الغاء او تغيير الحجز من قبل شركات الطيران وايضا شركات الفنادق؟ لا، معظم شركات صارت مسامحه اكثر يعني ولا تشددت اكثر؟ معظم شركات الطيران بدات من بدايه الجائحه السنه الماضيه حطت معظم التذاكر قابله للتغيير والتعديل، يعني فتحتها خلينا نقول او فاليد لسنه كامله. فمن ناحيه الطيران بعتقد النصمه الاعظم إن لم تكن جميعها يعني ميسره وسهله. الفنادق لا، الفنادق على العكس، الفنادق دخلت في مجال اكثر انه الحجز المؤكد والمدفوع مسبقا، والتغيير مرتبط بعديد من الإجراءات. هل هذا بيتبع الترند العالمي ام هل في له خصوصيه السوق اللي نحن فيها؟ لا، ترند عالمي بشكل عام، بمعظمه ترند عالمي. السوق هون تختلف من مدينه لمدينه، من مكان لمكان، لكن لو اخذنا دبي كونها احد اول المدن اللي فتحت ابوابها للسياح، الامور كانت بشكل عام منظمه وميسره بالنسبه لقطاع الفنادق، كانوا واضحين، عطوا فلكسبيليتي كافيه.
لقبل 24 ساعة أي تغيير بشكل عام على من هيئة السياحة في دبي أعطت مجال أنه تم استرجاع غير المبلغ. تكلفة التغيير، هل انخفضت أسعار التذاكر مثلا؟ هل تغيرت أسعار الغرف؟ وجهات ووجهات، أسعار الغرف نعم بالخط العام انخفضت من حوالي الوسطية من 230 دولار ل 140 دولار. عم تحكي غرف دبي؟ غرف دبي وخلينا نقول المنطقة بشكل عام، مش قليل، في انخفاض بحوالي 40%. شركات الطيران؟ شركات الطيران وجهات ووجهات، لكن الخسائر خلينا نقول الكبيره اللي حصلت اللي عم نشوفه هو في البزنس كلاس. بزنس فيرست تقريبا انحسرت، الايكونومي بشكل حوالي 97.5% من مجمل عمليات الحجز. شكرا جزيلا لك مأمون حميدان، شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا لك.